مساكم الله بالخير ومساكم العبادة. أشرح لكم اليوم شلون بسوي ريوق البيت. هذا الطقم اللي على فراشات كل متابعيني يعرفونه. أقدر أسميه طقم مرن. مرن يعني أقدر أشيل منه لون وأدخل معاه لون. شاريته أنا من جيش المال هني بالكويت، وكملنا من جيش المال دبي، يعني لقيت ما صار طقم كامل. أوكي، شايفين أنت وايد. حبيت أستبعد منه الوردي والألوان الثانية وأخلي بس أبقي على هذا السماوي الأزرق والأصفر. على أي أساس يعني ربطت الفكرة؟ ترى الموضوع سهل، يعني كذي بطلت الكبت وطالعت من غير ما أروح ولا أشتري ولا أخسر. عندي هذيلا يسمونه قنشة، صحن دائري قنشة. هذه من لحظة أو بالأمريس، من بورتريبان. من بورتريبان خذيتهم ثنتين. فحبيت بنيت الفكرة كلها ما تريوب باكر عليهم، ويبت من المعن. يعني مثلا هني بنحط زيتون، وهني داير مدارة أجبان، ممكن هني مربى وداير مدارة خبز. بس على فكرة ببين لكم اليوم طلبت الأجبان والخبز كله من دين دلوكا عن طريق كارج، خلال ساعتين وصلوا لي. فأنا صراحة اللي خدمني وما يأذيني ولا يكدرني أحب أني هذا دائما. أنا قالت لكم دين دلوكا، إيطالي، فرش موزاريلا، هذه المحلات أنا دائما أتعامل معها. إنزين، الحين شرحت لكم الفكرة اللي بسويها. قلت لكم أني استبعدت الألوان وبخلي ألوان، يعني راح يصير الشغل كله بين الأصفر وهذا، وراح يصير تاتش خفيف وردي بس. راح نحط تشكيلة الأجبان. هذه الجبنة التركية بسويها بهالشكل، نعشفها كذي، نسويها ذا القمة، نخلي مسافات من بينهم. إيش راح تنحط بين هالمسافات؟ أما مكسرات، فواكه مجففة، فواكه فريش، كراكرز، اللي تبون. هني بالنص زيتون. خلوني عن الأجبان، أنا آخذ تشكيلة، آخذ تركي وآخذ البلدي وآخذ الأجبان الفرنسية، بري تشيز طبعاً ما أستغني عنها. هذه طلبتها اليوم من دندنك الصدور، ما أدري شو هي، بس أنا إيه شدر، وايد شدر، سوري أنا وايد أحبها وايد شدر. انت ذكرت مفطر راسنا مع الصيام. افكار بسيطه وسهله، مجموعه اجبان، شيء تقطعينه كيوب، شيء مثلثات، وتحطين من بينهم فواكه او مثل ما قلنا فواكه مجففه، خضار اللي عندك. ان شاء الله بكره نوريكم الشكل النهائي. كل عام وانتم بخير.